بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله معادنا مع الجزء الثاني في برنامج اوتوكاد استراكشر ديتيلنج 2012. هنتكلم في الجزء الثاني ان شاء الله، الجزء الخاص بالحديد التسليح او الريفورسمنت. احنا كنا بنتكلم في الاول في الجزء الاول عن الجزء الخاص بالفورم ورك دروينجز، وقلنا ازاي نعمل الفورم ورك دروينجز وبعد كده نبدا نصدرها للريفورسمنت عشان نشتغل في قصه حديد التسليح وقصة حسابات حديد التسليح وقطعات التسليح. طيب فاحنا كنا نتكلم في الجزء الاول على الفورم ورك دروينج، نتكلم في الجزء الثاني ان شاء الله على الرينفورسمنت. زي ما احنا عارفين البرنامج قلنا كان بيتكون من ثلاث اجزاء. الاوتوكاد ستراكشر ديتيلنج 2012 كان بيتكون من ثلاث اجزاء رئيسيين اللي هم الستيل والرينفورسمنت بالفورم ورك دروينج. احنا كنا بدأنا بالجزء الفورم ورك دروينج ده وشرحنا ازاي نتعامل مع البيئة الجديدة في الاوتوكاد اللي هو الفورم ورك دروينج، وهنشتغل ان شاء الله في الجزء الثاني اللي هو الريفورسمنت الخاص بحديد التسليح وقطاعات التسليح وما يختص بالتسليح وما يتعلق به. طيب لو جينا نتكلم الاول على General Description of the Program، لو جينا نعرف البرنامج بيتعامل ازاي وازاي بقدر اتعامل مع بيئة الاوتوكاد الجديدة اللي بيكونها لي وبيتعامل منها من خلالها البرنامج اللي هو اوتوكاد ستراكشر ديتيلنج جزء خاص بالريفورسمنت. لو جينا نتعرف على برنامج الجنرال ديسكريبشن للبرنامج كده هنقول ايه؟ هنقول ان اوتوكاد ستراكشر ديتيلنج بيقول ان هو بدأ يطور البيئة بتاعته، وده علشان يبدا يسهل عمليه الرسومات والحصول على الورك شوب دروينج اللي احنا بنسميها. قال لك تو فاسيليتيت بريبيرنج الفاينل دروينج اوف الكومبوننت بارتس اوف ديزاين ستراكشر. طيب بيقول لك كمان افتر كومبليتنج ذا ستيج اوف اركتكتشر ستراكشر ديزاين، بعد ما تخلص الرسومات المعماريه اند جنريشن of generation structure calculation، بعد ما تخلص حسابات الانشاءات كلها this stage compares calculation and verification of structure element. بقول لك كمان the stage of preparation او preparing project technical documentation with required final drawing take place. بتبقى ليها اهميتها من خلال انت بتعمل لوح workshop drawing زي ما قلنا في الاول خالص، والبرنامج اللي بدا يطور البيئه بتاعته بيئه الاوتوكاد اللي هي بتسموها بلاتفورم عشان تقدر تشتغل فيها وتكون ادائها افضل. كمان بنقول الاوتوكاد ستراكشر ديتيلنج ريفورسمنت allows creating detailed drawing of RC structure reinforcement، بتبدا تعمل تفاصيل تسليح معينه في المنشا الخرسانه ريفورس كونكريت ستراكشر، تبدا تديها عمليات وقطاعات معينه انت عايز تاخدها detailed drawing. It is equipped with a complete set of options for drawing details of an RC structure drawing. بقول لك كمان which are adjusted to the engineer designer's need، اللي انت اصلا بتكون محتاجها كمان، محتاج ان انت يسهل لك وعملية التفاصيل المعقدة، مثلا لو انت تفاصيل معقدة في المنشأ اللي انت شغال فيه. And make it possible to draw objects in an intuitive manner. كمان بقول لك AutoCAD structural detailing reinforcement is a program enabling generation of detailing drawing of RC structure element. انت عندك امكانيه ان تعمل generation ل detailed drawing زي ما قلنا في المنشأ الخرسان RC structure element. قال لك ان البرنامج it's divided into a few parts which are responsible for. لو جينا نقسم البرنامج وامكانيات البرنامج دي قال لك هنقسمها لكذا حاجه. لو جينا بصينا في المستطيل الصغير ده، دي كلها الامكانيات البرنامج، او مش امكانيات، خلينا نقول التولز والاتيتيود اللي بيشتغل بيه البرنامج علشان اقدر اعمل منشا وابدا اطلع رسومات ورك شوب دروينج وابدا اتعامل بسهوله من خلال البرنامج الجديد دوت. قال لك اول حاجه انا ببدا اعمل حاجه اسمها الاديشن اوف a drawing or part of drawing، انت بتبدأ تعمل عملية تعديل وتبدأ تعمل عملية تخصيص وما إلى آخره من المنشأ كموديل، وابدأ تبدأ تعمل زي البروجيكشن، تبدأ تعمل مساقط، تبدأ تعمل انترسكشن للقطاعات والتفاصيل والمساقط والواجهات والقطاعات المختلفة، كمان including additional drawing زي
عندك تفاصيل تانية في بالنسبة للإليمنت عناصر مختلفة. ال correction of existing structure element, adding structure element dimension. بدي نقطة رقم 1. نمبر 2 قال لك generation of the final drawing. انت بعد ما تخلص كل زي ما قلنا التوصيف المنشأ وعملية التعديل اللي انت هتعدلها عليه سواء معماريا او انشائيا, ببدأ بعد كده مرحلة تانية ان انا ابدأ اعمل عملية generation of the final drawing, ببدأ اجهز نفسي ان انا يبقى عندي final drawing. تالت حاجة وخطوة مهمة جدا, خطوة تالتة المهمة اللي هي print out management. تابع انا ببدأ بعد ما اخلص موضوع عملية الانشاء اللوحات وخلص اللوحات ببدأ اخش مرحلة تانية ان انا عايز ابدأ اطبع هذه اللوحات عن طريق حاجة اسمها في برنامج print out layout management. يبقى دي الحاجات اللي احنا هنتعامل من خلالها مع البرنامج لغاية ما نخلص الجزء ده كله ونعمل ماسترنج للبرنامج ده ان شاء الله. طيب لو جينا نبص على AutoCAD structure detailing combined with AutoCAD او AutoDesk robot structure analysis. برنامج AutoCAD structure detailing مربوط وفي عملية integration بينه وبين الروبوت structure analysis بالنسبة لخاص الجزء بالديزاين, وممكن تقدر من بعد ما تبدأ تخلص عملية الديزاين بتاعتك تبدأ ترجعها تاني تبدأ تكون منها عملية الرسومات والدروينج والتفاصيل المختلفة. Allows بقول لك الربط ده عبارة عن ايه؟ Allows the user to make a complete project of a structure. يعني انت خلاص ربطت الجانبين ببعض, ربطت جانب الديزاين بربط بجانب التنفيذي او اللوحات اللي هتبدأ تنزل تشتغل منها في الموقع. قال لك كمان generation of structure model and structure calculation. يبقى عندك عملية structure model وعندك structure calculation, يبقى انت ربطت حسابات بـ on the model اللي انت هتبدأ تعمل له عملية رسومات. كمان structure design زي calculation of reinforcement required in RC structure element. انت بتعمل design سواء القطعات الخرسانية و area steel وبتبدأ بعد كده تدخلها على البرنامج, تدخل كل المساقط اللي انت عملتها وكل القطاعات وكل الى اخره من عمليات حسابيه كالكوليشنز ل كاروسمات. كمان تالت حاجه بيتكلم على الجنريشن اوف فاينل دروينج allowing الاديشن اوف بريبيرد دروينج. انت اللوحات النهائيه بتبقى زي ما قلنا في حاله الربط بين البرنامج التصميمي وبرنامج الرسومات, تبدا في تربط علاقه بين الارقام اللي بتعملها من ناحيه الديزاين وارقام اللي انت او الرسومات اللي تطلعها من برنامج AutoCAD Structural Detailing. طيب خلينا نعرف شويه مفاهيم وتعريفات, يعني الجزء الجاي يعتبر هنسميه كده زي تعريفات, ما اعرف شويه مسميات جوه البرنامج عشان ابدا ابقى فاهم انا بتعامل مع ايه. The following objects has been distinguished in the program. هنناقش شويه الحاجات دي والمفاهيم والتعريف دي. زي ايه؟ الفيو. الفيو بيقول لك عباره عن سنجل drawing, عبارة عن لوحة منفردة أو لوحة مستقلة بذاتها. طيب it's always a document component, يبقى عبارة عن documentation. قالك it has been added to a printout, انت ضفتها ودخلتها على printout, قالك it is simultaneously a printout element. يبقى خلاص يبقى طالما انت عملت view كونت view اللي عبارة عن single drawing خلاص فهمناها, وبدأ ده عبارة عن كمان قالك ان هي عبارة عن documentation زي ما بنبدأ نعمل ملفات بتاعتنا دي اللوحة المعماري ده اللوحة الإنشائي ده المعماري وبعدين جوه تفاصيل الواجهة تفاصيل مش عارف الواجهة الجانبية واجهة غربية ومسقط الأول ومسقط الثاني الإنشائي مثلا ببدأ أتعامل معاه نفس الأسلوب. فخلاص دي كلها اسمها documentation. بعد كده قال لك it has been added to print out, دخلتها في البرنامج على حاجة اسمها print out, هنعرفها ازاي اللي هي print out. قال لك it is simultaneously a print out element. خلاص يبقى جاهزة للطباعة. في معلومة مهمة هتلاقيها تتكرر كل شوية, بيقول لك نوت only a view بين قوسين كده drawing contained in اللي هي داخلة يقصد بيها ان هي موجودة جوه print out may be printed. يبقى هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نعملها printed زي ما هو بيقول ان ما ينفعش تعمل view تبقى تعمل printed, لا هو بياخد ال view تعمل printed عن طريق ال print out layout. طب ايه هي print out؟ print out قال لك ready to use print out composed of views. print out ده بقى فيه جواه views كتيرة. It's equivalent in AutoCAD program is a layout اللي هو لو رجعت AutoCAD العادي خالص اللي هو من 2007 اللي هو في حاجه اسمها احنا كنا شغالين طبعا على الموديل وبنتبع عن طريق الموديل موديل تاب. لو احنا جينا بصينا على البرنامج هنلاقي عندنا في AutoCAD العادي خالص ده الموديل تاب وده اللي layout تاب. قلنا ان احنا شغالين في البرنامج AutoCAD العادي خالص عن طريق الموديل تاب ده, فهو بيقول لك ان هو بيشبه
اللي اوت ده بيشبه ايه؟ بيشبه اللي اوت، البرنت اوت في اوتوكاد ستراكشر ديلينج بيشبه اللي اوت في اوتوكاد العادي. قال لك together with AutoCAD views provided on it for each print out there is exactly one layout corresponding to it. طيب يبقى دي شوية مفاهيم احنا عرفناها بالنسبة للفيو وبالنسبة للبرنت اوت. ديت كانت مقدمة كده عن قلنا ال general description of the program، وقلنا بنتكلم على الجزء ال reinforcement. احنا قلنا البرنامج بيتكون من كذا حاجة، احنا بنشرح الجزء الخاص بال reinforcement. لو جينا نتكلم على ال work stages on structural project drawing in AutoCAD structural detailing 2010. طبعا هو هنا 2010 ده احنا كنا شارحين 2010 او ده ال help بتاع 2010، ولكن احنا شغالين على فيرجن 2012. طبعا من الحاجة المهمة برضه زي ما كنا شرحناها في مراحل العمل جوه البرنامج، ازاي انا اشتغل جوه البرنامج، انا اسأل نفسي ازاي ابدأ بايه وانتهي بايه واكمل ازاي وابدأ برقم واحد ايه ورقم اتنين ايه. كنا بنقول ان الورك ستيجز اون ستراكشر بروجكت دروينج ان اوتوكاد ستراكشر ديتيلنج، بس بالنسبه للفورم ورك دروينج احنا هناخد النهارده الجزء الخاص ب الرينفورسمنت. اي اس دي رينفورسمنت بيقول لك ذا ورك كونسيرند وذ كرييتنج ذا دوكيومنتيشن اللي احنا قلنا عليها اوف ديزاين ستراكشر اللي هي اللوحات اللي انت عايز تعملها may be divided into the following stages. يبقى عندنا الثلاث مراحل اللي هو هيتكلم فيهم يبدأ يشرحه لنا بالتفصيل واحدة واحدة. ايه هي المراحل دي؟ أول حاجة إنك تعمل الـ definition of the documents، تاني حاجة الـ definition أو الـ addition of the views، أبدأ أكون views، تالت حاجة المهمة اللي احنا قلنا عليها الـ print out generation. يبقى عندي الـ definition of the documents و الـ definition addition بين قوسين addition of views، تبدأ تكون الـ views بتاعتك وتعدل فيها زي ما أنت عايز، وبعد كده تعمل print out generation، تبدأ تعمل عملية generation للوحات اللي أنت عايز تطبعها. برضه هديك هنا شويه مفاهيم تانية هشرحها لك، هي تقول لك ايه هو الدوكيمنت وايه هو الفيو وايه هو برنت اوت. تعال كده ناخدهم واحده واحده. بيقول لك الدوكيمنت ده عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن ات سيت اوف دروينج، يبقى عباره عن مجموعه دروينج او بين قوسين فيوز. تنش فيوز، فيو مع فيو مع فيو مع فيو، يعمل لك دوكيومنتيشن اوف الار سي ستراكشر المنت such as the ازاد بيم، ذا كولم، ذا سبري فودنج، ذا كونتينوس فودنج، ذا رافت، ذا سلاب. كل دي عباره عن المنت. طيب يبقى الالمنت مع الالمنت مع انت يكون لك موديل، الموديل ده عباره عن موديل ستراكشر اللي هو ار سي ستراكشر اللي انت كونته. ابدا اعمل فيو لكل قطاع من دول وكل المنت من ده، يبقى ده كده كون لي فيو مع فيو مع فيو، كون لي الدوكيمنت ده. طيب الدوكيمنت كونسيست اوف فيوز. طيب كمان قال لك الدوكيمنت كان بي برنت، ما ينفعش اطبع فيو. ما هو الدوكيمنت ده قلنا عباره عن مجموعه فيوهات، يبقى انا ما ينفعش اطبع فيو غير لما احوله اقول له انت كدوكيمنت او كفيو روح للبرنت اوت عشان تبدا تاخد دورك في عمليه الطباعه. يبقى ده رقم واحد. تاني حاجه الديفينيشن او الاديشن اوف فيوز، هو بيعرف لك ايه هي الفيوز. الفيو قلنا انها عباره عن سنجل دروينج which always consists او become من a document component. قال لك if it has been if it has been added to print out، لما تضيف print out then ممكن بعد كده is it is simultaneously a print out element، يبقى هو عباره عن عنصر قابل للطباعه يعني. Only a view او drawing ده contained in print out may be printed. قلنا قبل كده ال print out generation، ايه هو print out؟ قلنا prepared ready to use print out. It consists of views become one views. For each print out there is exactly one layout corresponding to it. خلينا بس نترجم الحته الاخيره اللي احنا قلناها دي، يعني الفيو يتحول الى print out. انا ببدا هنا اهو شغال عن طريق ده اسمه object inspector. وقلنا ان object inspector دوت هنتعامل معاه من خلال مجموعه من tabs، model tabs، positions، وي برنت اوت، وي الاي اس دي سنتر. انا بيكون عندي هنا في البوزيشن ببدا ادخل موديل، يبقى عندي فيو 2 3 4 اي فيو انا ببدا ادخله البرنامج وابدا اكونه له، سواء هدول بقى من الار سي او من الاوتوكاد اي اس دي فورم ورك دروينج، واحوله اعمل له عمليه اكسبورت زي ما قلناها وشرحناها في الفورم ورك دروينج للريفورسمنت، او ان انا ادخله له عن طريق البرنامج ان هو تنافس ازاي برضه نتعامل معاه من خلال قائمه الاستراكشر المنت ريفورسمنت ديت. وقلنا ببدا احول بقى الفيو دوت ابدا احوله الى برنت اوت. ممكن نفتح رسمه كمثال تطبيقي كده، يعني نعرف بس الفيو ده كان عامل ازاي وازاي راح للبرنت اوت، وهتيجي ان شاء الله في المثال اللي احنا هنعمله دلوقتي. قلنا ده كده عندي ده الموديل في البوزيشن، عندي كذا فيو، انا يعني مجرد ما اعمل اكتيفيت لاي فيو من ده هيبدا هو اوتوماتيك يجيبه لي عامل ديسبلاي سيتد وذ سكرين.
هنا كمان رقم 3 طبعا، دي كلها اسماء افتراضيه، هو اللي واخد الكنار او المربع ريكتانجل الريد دوت. فيو 4 بدأ يجيبهولي يعملهولي فيتد مع السكرين، ودي شويه الفيوز اهيت. لو احنا دخلنا كده هو بيجيب لي كل element او كل view انا مكونه جوه البرنامج، فده معنى الفيو اللي انا كونته. هنعرف ازاي انا كونت الفيو ده واديته سكيل تحت، لو احنا ملاحظين ان ده السكيل بتاع الفيو اسمه 21 او السكيل بتاع 21، ببدا اروح انا ابعته واقول له انت حول نفسك من فيو الى برنت اوت، زي ما انا عامل عندي اثنين هنا برنت اوت الاي اس دي اي 1 وعندك الاي اوت، ده هتلاقي مثلا جواه هتلاقي جواه اللي هو 3 طبعا، ده هحولك او لو احنا دخلنا جوه الاي اس دي هيلاقي ده كده، هو ده كده انا ممكن اطبع بقى دلوقتي عن طريق برنت اوت. ده انا ممكن اعمل برنتد عادي خالص اللوحات، وتكون اللوحات جاهزه ان هي تتسلم للعميل او تسلم للموقع او ده الاي اس دي، وده اللاي اوت اللي احنا قلنا عليه اللي هو الموديل اللي احنا قلنا عليه رقم 2 مثلا، ده في اللاي اوت اهو. يبقى انا كده اقدر اطبع الاثنين دول اللاي اوت 1 والاي 1 اي اس دي. طيب دي كانت حاجه سريعه كده للموضوع ان احنا ازاي حولنا من الفيو الى البرنت اوت، او احنا ما عرفناش ازاي نحولها صحيح، بس احنا نقول ان احنا ازاي شفنا شكلها عامل ازاي. طيب خلينا نكمل، بيقول لك all operations are performed in print out layout. بيقول لك قلنا كل الحاجات دي تعمل جوه فين؟ جوه print out. قلنا print out layout is an object، عباره عن جزء من الاوتوكاد program. قال لك it is used for composition of a final print out. For each print out layout there is one print out. يبقى كل layout واحده هيكون جواها print out زي ما احنا قلنا. ده كده print out، انا ممكن اطبع اللوحه دي كلوحه لوحدها، واللوحه انت ممكن تضيف جواها اي فيو انت عايزه، يعني انا ضايف هنا فيو واحد ممكن تضيف اكتر من فيو زي ما انت عايز. تمام، وده بيديك شكل يعني بسيط خالص للفيوهات اللي هو عاملها، وكان عامل هنا نموذج لكولم سكشن بتاعه، نموذج لسبري فوتنج بي الشكل القطاع بتاعها، وهنا نموذج لتسليح مثلا بلاطة او فيها اوبننج، وده جدول نموذج التسليح. بيديك شكل كده ايه، تتصور شكل المنشأ بعد كده واللوحات هيبقى شكلها عامل زي احنا نشوف الكلام ده مع بعض. يبقى احنا كده عرفنا في الجزئيه دي ثلاث حاجات مهمين جدا، ان انا ببدا اعمل عمليه ديفينيشن للدوكيومنتيشن، وبعد كده ديفينيشن اوف الاديشن للفيوز، والبرنت اوت جنريشن. دي الثلاث ستيجز اللي احنا هنتكلم فيهم خلال شرحنا للبرنامج. يبقى احنا كده اتعرفنا على حاجتين مهمين جدا، اتعرفنا على الجنرال ديسكريبشن اوف بروجرام، عرفنا البرنامج دوت بيعمل ازاي، وعرفنا موضوع الانتجريشن بينه وبين برامج الديزاين الثانيه، وعرفنا موضوع الورك ستيجز اون ستراكشر بروجكت دروينج في اوتوكاد ستراكشر ديتيلنج قلنا 2012 بقى اللي احنا شغالين عليه. طيب خلينا بقى ناخد، احنا كنا كنا على موضوع الفيو موضوع برنت اوت، خلينا ناخد كده اكزامبل اوف الديفينيشن اوف الفيوز اند جنريشن اوف ذا فاينل دروينج. هو دي كده مثال سريع، احنا كده خلاص ما دخلناش جوه البرنامج ولا عرفنا اي مكونات جوه البرنامج، ولكن هو بيشرح لك مثال سريع تطبقه تفهم البرنامج، ممكن تفهم امكانيات البرنامج نفسها، يعني تبقى عارف ايه هو امكانيات البرنامج اللي معاك. زي ما قلنا الاكزامبل اوف ديفينيشن اوف فيوز، هتبدا تعمل ديفينيشن ان انت تبدا تنشئ فيوز وتعمل جنريشن للفاينل درون. بيقول لك ذا اكزامبل الستريتس the work stages المراحل العمل in AutoCAD structural detailing reinforcement. طيب كويس جدا. The generation of drawing of spread footing، هو هيبدأ يعمل لك، اديك مثالين، ده مثال على ال spread footing ده او مثال هو هيديهولك، ومثال تاني on RC column. يبقى دول كده مثالين احنا نشتغل عليه. generated with the use of macros available. macros يقصد بيها ان هو عنده قطاعات جاهزه وحاجات بيسموها قطاعات مبدئيه، وقطاعات بيسموها يعني قطاعات preliminary، او قطاعات ممكن تقول حاجات جاهزه للبرنامج available in AutoCAD structural detailing reinforcement. بيقول لك the examples of the pre-footing and the RC column defined on the model tab are presented in the drawing blue. طيب خلينا نشوف الاول، هو هيبدا معاك ده بيقول لك الشكل اللي انت تعمله، ده الشكل الكولوم بعد ما تبدا تعمله فيو، ده الشكل السبري فوتنج بعد ما تبدا تعملها تنشئها كفيو. يبقى انا كده خلصت المرحله الاولى ان انا عملت فيو، مرحله ان انا اخش ان انا ابدا اعمل ايه، ابدا اعمل برنت اوت. طيب خلينا نبدا بالمرحله الاولى، بقول لك the first stage of drawing generation is to create the views.
طيب in the model space، يبقى في المودول سبيس اللي اقصد بيه المودول سبيس دوت، المودول سبيس ده اللي هو اقصد بيه الجزئيه ديت. ده كده هو الواجهه السوداء دي اللي احنا واقفين فيها اللي هي مكتوب عليها من تحت المودل تاب، ده عباره عن المودل سبيس. طيب to create views for projections of the split floating and the column do as follows. بقول لك اتبع الخطوات ديت وانت تبدا تتعامل مع البرنامج بطريقه كويسه. رقم 1، نمبر 1 بقول لك press the create view icon as follows. طيب هيخش ازاي؟ قال لك اهو ده البانل الكبير اللي عندي اللي اسمه الاي اس دي ريفورسمنت. قال لك خش جوه التولز وبعدين هات من جوه التولز حاجه اسمها الايكون اللي عليها العلامه الحمراء ديت اسمها كرييت فيو. تعال نخش كده ونبدا نطبق اللي هو بيعمله. مكان الايكون دي فين؟ هبدا اخش اهو اي اس دي ريفورسمنت، تمام؟ ابدا اخش على حاجه اسمها تولز وابدا اخش على حاجه اسمها لو قلت عليها شويه يجي لك كرييت فيو. قبل ما ابدا اعمل حاجه اسمها كرييت فيو الاول ابدا ادخل الماكرو اللي هو اللي احنا قلنا عليه. الماكرو ده اللي هو ايه؟ لو جينا احنا على التاب الثاني اللي هو اسمه اي اس دي ستراكشر اليمنت هلاقي جزء خاص بستراكشر اليمنت رينفورسمنت وجزء خاص بفورم ورك دروينج. انا مجرد ما عايز بس انزل حاجه مبدئيه عشان اعمل لها فيو، فانا هنزل مثلا هنا لو قلنا الكولوم دوت هبدا افعل الامر الاوبشن ده معايا واشوف هتعامل معاه ازاي. ده الكولوم reinforcement of the columns بيبدا يديك شويه خصائص دي هنتعرف عليها بعدين لما نبدا نعمل عمليه تعريف وازاي اتعامل مع القطاعات ديت. ابدا اتعامل مع الجيومتري عايز تسميه ايه والبارز والستيربس والدوز الاشياء. فخليني هقف على الاوامر دي كلها وبرده هقف على انا لسه ما حددتش هنا اليونتس ولا اي حاجه خالص، فخليني برده اقف على كل الديفولت فاليوز دي وهو بدا يعمل عمليه جنريشن دلوقتي للكولوم ده. يبقى رقم واحد عملت الماكرو اللي هو كان قال عليه فوق، قال لك دخل عن طريق الماكرو اللي احنا رجعنا فوق كده اهوت، قال لك دخله عن طريق اهو الماكرو افيلبل كانت فضلت دخلت له حاجه مبدئيه زي دي كده. ادي عندي الكولوم وانا عندي جدول تسليح بتاع الكولوم وادي عندي وليكن مثلا قطاع القطاع بتاع السكشن بتاع العمود. طب كويس جدا. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اعملها لو احنا رجعنا قلنا الفيرست ستيج اهو رحت ولقيت نفسي جبت الايكون دي وانت تعمل ايكون قال لك indicate the first and second vertex vertex determining الفيو. انت عايز تحدد الفيو ده بريكتانجل first point و second point of the column with a reinforcement table. طيب see the drawing blue اللي هو برضه بيقول لك بص على الرسمه دي. كمان بيقول لك in the command liner in the command line enter a name of view. لو انت عايز تسمي الفيو ده ايه هنسميه وليكن كولوم ديفيجن سكشن اند بريس انتر كي. تعال نطبق الخطوتين اللي فاتوا دول عشان نبدا نتعرف على البرنامج. انا دخلت الاول ده جزء من العمود اهو، هروح للاي اس دي ريفورسمنت انا فاكرها صح، هروح لحاجه اسمها تولز تولز اهي وابدا اجيب حاجه اسمها كرييت فيو. قال لك انت دي تين لو انت عارف الكوماند لاين بقول لك ديفاين فيرست كورنر، هقول الفيرست كورنر هنا والله كويس. شوف المربع الاصفر اللي هو بيعمل ده بحدد بالنقطتين دول اهو ده مكان الفيو اللي انا عايزه. لو انت ملاحظ على الديناميك على المؤشر اهوت على الماوس بيقول لك انتر افيو نيم، احنا قلنا هنسميه لو رجعنا كده قلنا هنسميه كولوم اليفيشن سيكشن. سمينا الفيو بتاعنا كولوم اليفيشن سيكشن، هبدا اقول له انتر. قال لك انتر الفيو سكيل، انت عايز تدخل سكيل كام؟ انا هطلع على الاوبشن دلوقتي اللي هو سكيل 21 ده مقياس الفيو اللي انت عنده مقياس الفيو. بدا يكون لي الريكتانجل الرمادي الجراي ده هو عباره عن الفيو اللي انا انشاته. يبقى كده اصبح انا عندي فيو. لو نقفل البوزيشن دلوقتي هقول له مين فيو ده المشهد اللي انت واقف عليه ده اللي هو الكولوم كولوم سباند فيو، وعندك كولوم سيكشن وعندك الكولوم اليفيشن سيكشن اللي هو كل الجزء ده، ده الفيو اللي انا لسه منشئه دلوقتي. طيب تمام بان انا حققت الخطوه رقم واحد دلوقتي اللي هي موضوع ان انا دخلت الانتر وعملت بعد كده assume the default scale قلنا اللي احنا قلنا عليه 21 and press enter. قال لك the name of the defined view appears on positions. احنا تحولنا على طول رحنا دي البوزيشن تاب للبوزيشن تاب في الاوبجكت انسبكتور وهنشرح بالتفصيل ايه هو الاوبجكت انسبكتور
في الريفورسمنت اللي هو مختلف شويه عن مختلف عن الفورموكودرونج. زي ما احنا شايفين هنا هو ده شكل اهو، ادي النقطتين اللي احنا بدأناهم، ادي فيرست بوينت سكند بوينت، بدأ يديك الشكل الدوتد ده عباره عن مكان الفيو اللي انت عامله. طيب ده احنا بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك اكت سيميلري وين كرييتنج ا فيو اوف سبري فوتنج بروجكشن. بيقول لك اعمل نفس الخطوات ديت عشان تبدأ تعمل وسميها سبري فوتنج اس اف 1. طيب انا هبدأ ادخل برضه اجي على الاي اس دي ستراكشر المنت وابدأ اقول له سبري فوتنج عشان يبدأ يحط لي شكل مبدئي كده للقاعده عشان نتعامل معاها برضه، عشان اعمل فيو تاني عشان نتعلم نعمل فيو. بيعمل هو التعامل جنريشن، خلاص بدأ ينزل لي القاعده اهوت، بدأ يعمل لعمة انسيرشن. تمام يبقى نزلت، ادي شكل القاعده وادي المسقط بلان بتاعها وادي مسقط كروس سكشن وادي كروس سكشن تاني بجدول التسليم. عايز ابدا برضو اعمل لها فيو على الاعدادات. هروح داخل برضو على اس دي ريفورسمنت واخش على قائمه تولز واخش على كرييت وابدا اقول له فيرست بوينت السكند بوينت وابدا اقول له اسميها سبيد فوتنج نمبر 1 واقول له موافق، واقول له ان انا اسميها واعمل لها سكيل 1 ل 20. هلاقي على طول على البوزيشن تاب اللي انا واقف، هو هيقول لي اس اف 1 اهيت، يبدا يحددها لي يعمل لها فيتد ديسبلاي مع السكرين. يبقى انا كده عملت خمس خطوات او عملت الكام خطوه اللي احنا عملناهم دول بتوع ان انا ازاي اعمل فيو وازاي انزل كول مبدئي وسبري فودنج مبدئي، نزلتهم كويس جدا. وبدات اهوت ده اسم اللي احنا سميناه بس هي اسماء مختلفه، ده الكولوم وده السبري فودنج. طيب يبقى احنا عملنا اول خطوه ان احنا عملنا فيو. طيب the second stage of the drawing generation is to move the created views to the printout layout. دي اللي احنا كمان قلنا عليها، ازاي اخليه يتحول من الفيو اللي انا واقف عليه. الفيو ده موجود فين؟ لو احنا رجعنا تاني للبرنامج، الفيو ده موجود في التاب البوزيشن تاب. البوزيشن تاب اهو جواه الفيو هات. لو احنا رجعنا كمان للرسم التاني اللي احنا شغالين عليها دلوقتي، هي موجود جوه البوزيشن تاب. طيب انا عايز احول البرنت اوت اهو، دي طبعا كلهم اتنين فاضيين، فاعمل الحكايه دي ازاي؟ تعالى الاول خلينا نقرا البرنامج بيقول لك ايه. بيقول لك to place the views in the printout layout do as follows. اتبع الاتي: رقم واحد go on the printout tab، روح للبرنت برنت اوت تاب in the object inspector dialog box، added a new printout، هتضيف برنت اوت جديد انت تعمله. طيب وليكن تمبلت مثلا A1 ASD، اضيف حاجه زي كده. ازاي؟ تعالى نطبق الخطوه رقم ايه ديت. هروح انهوت على لي اوت. تمام انا طبعا مش هوافق على الحاجه اللي عملها دلوقتي، ولكن هبدا اختار، هقول له فروم تمبلت، واقول له اختار لي الاي وليكن A1 ASD 44 044 وهقول له اوبن. هوافق على الامر بتاعها. خلاص يبقى انا عندي تاب جديد اسمه ASD. لو انا دخلت جوه برنت اوت هلاقي تاب جديد اسمه A1 ASD. ممكن اقف عليه كليك يمين واقول له حاجه اسمها اكتيفيت للفيو ده للي اوت ده. ده اللي هقوله لك. يبقى عملنا واحد اسمه A1 ASD عملته. بيقول لك in the object inspector dialog box on the print out tab activate، ده اللي احنا عملناه دلوقتي، عملت activate right click. قال لك indicate the name A1 ASD and after pressing the right mouse button choose activate، دي اللي احنا قلنا عليها من الرايت من context menu. activate option from the context menu. تالت حاجة بيقول لك move to، اتحرك لي position tab تاني على الاوبجكت انسبكتور دايلوج بوكس. هنروح على بوزيشن تاب تاني بعد ما عملت فيو ده او اللي اوت ده، اللي اوت اللي هو الاي 1 اس دي. قال لك اتحرك على طول على مين؟ وانا مفعله يعني مثلث لونه احمر اهو. هروح للبوزيشن تاب. هعمل ايه في البوزيشن تاب؟ تعالى نقرا. بيقول لك after indicating the column view اللي هو the view column elevation section، اهو فين column elevation section اهو indicating ده. تمام قال لك هتعمل في ايه؟ المفروض ان انا ما كنتش هفعله، المفروض اروح تاني هناك دهوت وافعل ده الاول، اقول له ده اكتيفيت، وبعدين هقول له تعالى للبوزيشن تاب ده اهو. بيقول لك بعد ما ده الفيو بتاع الكولوم
الفيجن سكشن اند بريسنج ذا رايت ماوس بوتون على طول، ما تفعلوش ما تعملوش اكتيفيت، لا اعمل له كليك يمين وقول له. قال لك ايه بقى؟ هن ادد تو كرنت برينت اوت، ادد تو كرنت برينت اوت. طبعا انا ماسك اللي هو لغايه الاورثو، انا ماسكه اهوت من المنتصف وابدا ارميه في البرنت اوت ده. يبقى الفيو نزل عندي جوه البرنت اوت اهو. عملت انا pressing the right mouse button choose the add to current print out option from the context menu. قال لك indicate the location of the view، اخترت المكان عن طريق الماوس طبعا، عملت insertion. بعد كده بقول act summary while placing the speed floating. قال لك نفذ نفس الخطوات ديت على السبيد فلوتنج وانت بتحطها جوه هذا الفيو. تمام، يبقى انا كده قدرت اعمل عمليه انسيرت للفيو دوت جوه مين؟ جوه البرنت اوت اللي انت عاملها. وده هيكون الشكل لو انت حطيت ادي الكولوم وادي السبريد فوتنج، حطيناهم جنب بعض في هذا الشكل. طيب يبقى احنا كده عرفنا على شويه مفاهيم اساسيه في البرنامج. دي كانت حاجات مبدئيه كده نعرف بيها البرنامج ونتعلم اداه جديده وتول جديده من شركه اوتوديسك اللي هو اوتوكاد استراكشر ديتيلنج 2012، وكنا شرحنا اول ثلاث خطوات الجنرال ديسكريبشن اوف ذا بروجرام والورك ستيجز اللي هي كانت مهمه جدا ان انا ابدا افهم البرنامج بيشتغل ازاي وبيتعامل ازاي عشان ابدا افهم لغته. وعملنا اكزامبل اوف ديفينيشن اوف فيوز اند جنريشن اوف الفاينل درون. بكده نكون انتهينا من الحلقه الاولى من برنامج اوتوكاد ستراكشر ديتيلنج ريفورسمنت، ونكمل ان شاء الله في حلقات التاليه تبعا مع البرنامج المهم دوت ونعرف هنتعامل معاه ازاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.